هل يكفر الإنسان إذا ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يسحر فلاناً؟ نعم، لأنه رضي بالسحر، لأنه رضي بالسحر وأقره، فيكفر بذلك والعياذ بالله. وأيضاً مع كفره يضر الناس، يعتدي عليهم. نعم. وكذلك يقول: ما الحكم إذا طلب الإنسان من إنسان آخر أن يذهب إلى ساحر ليسحر فلان؟ كذلك كله سواء، كلهم شركة شر. نعم.